أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من لبنان اليوم. استنفار سياسي في لبنان على خطين متوازيين بين من يريد إنجاح التسوية الرئاسية وتتويجها بانتخاب فرنجي رئيسا للجمهورية، وبين من يريد إسقاطها لاعتبارات مختلفة. عودة البطريرك الراعي إلى بيروت أعطت زخما للمشاورات بين البطريركية وزعماء الموارنة لاتخاذ موقف من هذا الطرح، بعدما حصل خيار فرنجي على مباركة خارجية سعودية وفرنسية. هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى محلية وخارجية نناقشها مع ضيفنا رئيس اتحاد جمعية العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان. أهلا وسهلا فيك دكتور فوزي. أين أصبحت حظوظ نجاح تسوية إيصال الوزير الفرنجي إلى رئاسة الجمهورية؟ هي بالحقيقة مبادرة أطلقها رئيس سعد الحريري الأسبوع الماضي أو من 10 أيام. التسوية لتصير في تسوية لازم يكون في ارتقاء فريقين واتفاقهم على أسس معينة. متهيألي هلا يمكن صار في عرض لبعض الأمور لبعض مضمون هذه المبادرة، بس ما صار في بعد توافق على تسوية. يعني بده يكون في فريقين، فريق سعد الحريري وما يمثل ومن معه من قوى 14 أدار، وفريق سليمان فرنجي ومعه القوى 8 أدار. هلا قوى 8 أدار تقريبا من معه، هلا يمكن رئيس بيري على جنب ومؤيد للتسوية، مؤيد للمبادرة بطريقة ما مثل ما عم نسمع بالإعلام. فهلا هدول اثنيناتهم لازم يجتمعوا ولازم يتفقوا، مثل ما يقولوا التسوية بده يجي، هيدا بده يضحي وهيدا بده يضحي، واثنيناتهم بده يتنازلوا ليوصلوا على الوسط ليكون في تسوية ساعتها. نحن بنود التسوية هيدي ما بنعرفها، إذا نسميها تسوية ما بنعرفها، بس يمكن هالبنود يمكن صار عليها كلام بين رئيس الحريري وما النائب سليمان فرنجي، فاتنيناتهم بدهم حقيقة يرجعوا لقواعدهم، يرجعوا لحلفائهم ليتفقوا معهم لتصير بالأخير تسوية. الرئيس الحريري ما ضحى وتنزل كثيرا لدى ترشيحه فرنجي، قال الحريري لأنه المفروض التضحية سعد الحريري كوالده يضحي من أجل لبنان. سعد الحريري رفيق الحريري كان اقتحى كثير وتعذب كثير وتضايق كثير وحاربوه كثير، بس كان يقول لبنان اولا. رفيق الحريري ضحى بحياته مشان لبنان، فبيت الحريري معودين على التضحيه. لانه بهم لبنان. انت شفتي هالسنه ونص اللي في فراغ دستوري فراغ رئيسي وين وصلنا؟ البلد انهار، البلد امن صحيح مستقر يعني بطريقة ما، بس ولكن منها الاستقرار الثابت الدائم، استقرار هش ومعرض لاهتزاز بأي لحظة. هذا الأمن، الاقتصاد منهار، العالم عم تشكي عم تنعي، ما في أشغال، ما في سياح، مؤسسات السياحية مؤسسات التجارية واقفة. يعني هلا بتروحي على المولات ما بتلاقي حدا حامل كيس وماشي شيء شيء، بيروحوا بيتفرجوا بيشموا الهواء، بيقعدوا بكافيه بيشربوا فنجان قهوة أو شيء من النوع. ف البلد في انهيار، ما بتقضي البلد تضل مكمل هي خدمات، ما في خدمات. يعني حتى ملف النفايات يعني تقولوا اقل شيء واسهل ملف يمكن يشتغلوا صحيح. فيه ما قادرين يحلوه. الحكومه معطله، اجتماعاتها ما في، صراع داخل الحكومه عم يتخانقوا على كل 24 واحد بسبب غياب الرئيس، لانه ما في رئيس بلبنان. اكيد رئيس يجمع بالاخير، ما في توافق. انت لما تعملوا في وفاق وتوافق بيصير بالاخير كل الامور بتمشي سلسه. هلا ما في رئيس، كل واحد عمل رئيس 24 وزير بقول لك انا رئيس جمهوريه. معقول بلد ذكرت انه الرئيس الحريري يعني من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم سعد الحريري يضحوا من اجل لبنان، لكن ان تذهب التضحيه ايضا الى ان يعني تجري التضحيه بالحلفاء ايضا، ما بعرف قديش تضحي لأنه بالحلفاء. كان يعني ترشيح فرنجي حقيقة يمكن يعني صدمة لحلفاء الرئيس الحريري يمكن أكثر من خصومه. طيب حلفاء الرئيس الحريري ما كان يشتغلوا لوحده هنين كمان؟ يعني مثلا يعني ما فينا ننسى لا موقف موقف القوات اللبنانية عظيم. والدكتور جعجع تحديدا أدعم دائما للرئيس. خلينا نحكي على القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع تحديدا. نعم اوكي، لما ترشح لرئاسة الجمهورية هل استشار 14 أدار؟ لا، ما كانوا بالجو ابدا لا. وقت 14 كانوا بيتوقعوا هيك لا. انه لا. الدكتور جعجع يترشح للرئاسه، ترشح واعلنوا بعدين. هي واحد
اثنين الأرثوذكسي ما كانت 14 أدار، كان متفق هو القوات مع المستقبل مع الاشتراكي على مشروع قانون انتخاب معين. نعم. بعدين فات بالأرثوذكسي، هلا ندم بعدين وطلع منها. بعدين الجلسة بعدين بالنسبة لإعلان النوايا مع التيار العوني ما خبر حدا، فات وعملوا اتفاق ما خبر حدا. تاني شيء بعدين الجلسة التشريعية هو والعونيين وقفوا على جنب، يعني امتنعوا عن حضورها انما رجعوا يعني وشاركوا. اوكي، بمعنى ثاني يعني كل هذه الامور، بمعنى ثاني انه كانت القوات اللبنانيه عم تشتغل لوحدها، عم تتصرف لوحدها. يعني هذه الامور كانت كافيه لان تدفع بالرئيس الحريري ان يرشح ثرنجيه الى الرئاسه؟ ما كان في مجال حدا ينجح. رئيس الدكتور سمير جعجع مع احترامنا له ظل مرشح سنه فوق السنه، سنة وثلاث أربعة أشهر. طيب. كان عطي مجال للآخرين أيضا يعني. كان عطي مجال. ليوني بموقف الدكتور. لا 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 العماد عون قدر أما النصاب لا ينتخبوا، ولا الدكتور جعجع قدر أما عدد ينتخبوا. يعني اثنينات هون عطلوا رئاسة الجمهورية. طب نضل قاعدين 10 سنين هيدا معند بدي أنا أعمل رئيس جمهورية والتاني وقف له بالمرصاد. هلا ما بقى واقفين بمرصاصة وأصحاب. هلا يمكن حتى يمكن هلا يمشوا يمكن يعني يمكن يمكن هو يرشح يمكن يرشح بعضه ويمشي يمكن في خيار العماد عون. خليها ديمقراطية، إذا رشح العماد عون ونجح العماد عون فليكن، هذه ديمقراطية، هذه بيكون فعلا عملنا انتخابات، بتكون هالمبادرة فعلا كسرت هالجمود يلي كان موجود. كان عماد عون بقول أنا أو لا أحد، كان معطل الانتخابات الرئاسي، والدكتور جعجع كان كمان بطريقة ما واقف مرشحه بذات الوقت. قال إذا اتفقوا ونزلوا، إذا كانوا عماد عون لوحده أو إذا كان هو والنائب الفرنجي متنافسين على هذا الموقع فليكن، واللي بينجح صحتين على قلبه. بس بيكون حققنا الديمقراطية، الغينا بيكون حقق رئيس سعد الحريري، هل كسر الحاجز منع انتخاب رئيس جمهورية وحرك الرئاسي، وحرك موضوع الرئاسي بذات الوقت. هذا كتير مهم هالشيء. هذا يعني البلد بالأخير ما بقى بيتحمل، نحن فايتين على انهيار. هلأ التسوية السورية ماشي، بس يمكن تاخد لها أشهر وسنين، يمكن تاخد لها سنة، ما حدا بيعرف دي بتاخد التسوية السورية. طيب هل نحن بنضل قاعدين ناطرين ونحن وضعنا كتير كتير سيء لغاية ما تصير التسوية السورية؟ ويمكن يصير خلال، انت بتعرف كل التسويات بتصير حامية. نعم. ما بتصير على 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 البارد. نعم. بتصير على الحماوي. هلا يمكن بايام التسويه السوريه يصير في امور بسوريا حماوي مشان لا تشجع هالتسويه، مثل ما صار عنا اتفاق الطائف. اتفاق الطائف ما اجى الا بعد حرب الالغاء وحرب التحرير. يعني لما تشجعوا لفيتوا باتفاق الطائف. طيب هيدي اذا صارت هالامور بسوريا كمان حتنعكس سلبا على لبنان. خلينا نحن نحيد لبنان من هالامور اللي عم تصير بالمنطقه، خلينا نحيد من المشاكل اللي عم بتصير، وخلينا نحمي لبنان. نحن لازم نحمي لبنان. رئيس الحريري هذا كان هدفه. التسوية الرئاسية اليوم في لبنان هي على نار حامية الآن أم أنه كمان يعني جرى فرملتة؟ سوري ما سمعت السؤال. بالنسبة للتسوية الداخلية عم تقول يعني قد تكون التسوية السورية أيضا على نار حامية، بالنسبة للتسوية الرئاسية اليوم في لبنان التسوية الرئاسية ما زالت على نار حامية اليوم؟ هلا التسوية الرئاسية ماشي على نار حامية لأنه صار في تدخل أو مش تدخل، مباركي إقليمية ومباركة دولية لها. وانت بتشوف لما رئيس هولندا امبارح يتصل بالنائب الفرنجي ويتصل بالبطرك معناتها انه في اهتمام، يعني في ايضا فرنسي. مباركة فرنسية. انما ماذا بالنسبة لباقي الافريقاء؟ هل هناك موافقة ايرانية مثلا؟ اعتقد انه في موافقة ضمنية ايرانية. اعتقد انه صار في كان صار في اجتماع بفيينا بين وزيري خارجية إيران والسعودية، ويمكن حكى بهالمواضيع تحييد لبنان عن أزماتنا. يا أخي خلينا نحن مختلفين، بس هالبلد خلوه على جنب، متهيألي صار في نوع من التوافق عليها. هلا في إحراج هي لا إيران ولا حزب الله بقضية النائب ميشيل عون. نعم. هلا في إحراج لأنه ما بيعرفوا كيف بده يطلعوا منها أو كيف بده يحلوها. يمكن يعني بتجي مبادرة من عون نفسه. حتى يعني ما يكون في احراج بده الثمن بالاول، بدك تشوف شو الثمن اللي حيطلبوه. اذا الثمن كبير ما بتمشي المبادره، اذا الثمن معقول بتمشي المبادره.
ستصطدم بعرقلات كثيرة هذه التسوية، وتحديدا من العماد عون والدكتور جعجع؟ لأنه نجد أنا بعتقد كلياتهم كل الأفريقان. نعم. هلا هي هني ليكي هني وضعوا حالهم بالزاوية لما اجتمعوا ببكيركي وقالوا انتخاب رئيس الجمهورية يكون قوي ومن خلاله وحدة ولا الأقوياء الأربعة. نعم. طيب هذا أحد الأقوياء، ما توقعوا يجي أضعفهم هو الخيار عليه، توقعوا يكون عليهم، بس هني لازم يفهموها إنه كيف بدي يتوقعوا عليكم. هيدا عون بيعتبر إنه الساحة المسيحية أكثر إيه لا يعني هو الأقوى. جعجع بيعتبر إنه لا أنا أبصي أقوى وأنا عبقوى وأنا إلي دعم إقليمي ودولي، وهداك له دعم كمان. فأمين جميل بيعتبر رئيس أمين جميل بيعتبر إنه أنا كمان حيادي بيناتهم، فأنا دوري وتقدم. سليمان فنجي ما كان عم بيفكر، سليمان فنجي كان عم بيفكر يقتنص الفرصة. فطب هني ضيعوا من ايدهم، هني وضع حطونا بهالوضع. طب لما صار في مبادرة من انت واحد احدكم يلي انتوا طلبتوهم يلي انتوا قلتوا نحن لازم يكون احدنا، لما صارت لاحدكم ما بقى بدنا، صار بديش انا ما هو مثل ما قال سليمان فرنجي. طيب يعني هني وضعونا. هلا اذا المبادرة الحقيقة طولت واخذت مدة طويلة وما تحققت من هلا لاخر السنة، انا بعتقد ان الامور بتروح لأسوأ بعدين، وفعلا منفوت بطنل نفق طويل كتير وربما يكون سيء للبنان. من ناحية الموضوع الرئاسي يعني أيضا سيطول ويطول ويطول، أم أنه قد يعني تصبح هناك يعني مشاكل ومشكلات مشكلات أمنية؟ يعني لا بصير مشاكل، أنا بعتقد بصير في مشاكل، بصير في قصص. أول شيء بينهار الوضع أكثر الاقتصادي تحديدا، الوضع الاجتماعي بيصير سيء كتير، الناس كتير بتمل والهجرة بتكبر ساعتها، وبيصير ساعتها كمان وبيصير وضعنا متقارب مع الوضع السوري يعني متماشي معه وممكن يصير هزات أمنية في لبنان. طب هناك سؤال يعني طرحه الجميع وتحديدا مؤيدي العماد عون، انه لماذا يعني الرئيس الحريري طرح فرنجيه، مع العلم انه يعني ملاحظات كانت على العماد عون انه صديق للسوريين، بينما ايضا يعني الوزير فرنجيه هو صديق وصديق مقرب جدا يعني للسوريين وللرئيس بشار الاسد. ليك خلينا هلا نحكي بشيئين. العماد عون مشكلته يعني يبدو أن المشكلة ما عادت يعني، وأنه هو لأنه مقرب من السوريين. لا هلا صارت هناك يعني لا ملاحظات هلا أخرى. هي أكثر من مقرب للسوريين. هلا صحيح اثنينتهم من الحلف الممانعة والمقاومة أنتوا يسموها. العماد عون كان له مواقف كتير كتير سيئة من جهة أطراف لبنانية. يعني مثلا عماد عون ما بدنا ننسى تصاريحه ضد رئيس الشهيد رفيق الحي وهو بقبره، يعني كتير هاجمه. ما بدنا ننسى كلامه الطائفي عن الطائفة السنية، يعني العماد عون ما خلى مجال للناس، يعني صار في نوع من التباعد بينه وبين الطائفة السنية تحديدا بالكلام اللي هو كان عم بيقوله. ما حدا هاجمه، ما حدا حكي عليه شيء، بينما هو كان يعتبر حاله لقوي شعبيته لازم يضرب الفريق هيدا بتحالفه مع الفريق الثاني. طيب ما هيدي كمان خلت الناس يمكن الوزير الفرنجية أقرب إلى الطائفة السنية من العماد عون. ما حكي على الطائفة، تقريبا كانوا ياخذوا نفس المواقف، نفس المواقف السياسية بس مش نفس المواقف العاطفية اللفظية. فرنجية ما حكي شيء عنه، بس ما نشر هون، ما حكي شيء عنه، يعني كان عنده خلافات مع أشخاص، كان عنده خلافات بقولك أنا مع المشروع، مشروعنا هي اللي كان يحكيها، خطنا بتعرف كان رئيس وزير فنجية يحكي فيها. هلا بدنا نحكي بعدين شغلة تانية. هلا الوزير فنجية الحقيقة كان عنده علاقاته هني بيت فنجية مع بيت الأسد مش مع النظام. هلا هني يأيدوا بيت الأسد ضمن بأيدوا النظام، بس لما يروحوا بيت الأسد من السلطة فنجية ما عنده شيء مع النظام، كان على يعني علاقة عائلية شخصية للرئيس الأسد. ونحن رئيس الأسد مثل ما بتعرفي أنت بغض النظر حيبقى ولا ما حيبقى، ما بقى هو الحاكم بسوريا، يلي حاكم سوريا بالوقت الحاضر هي روسيا. والوضع الروسي حيكون مسهل أنا برأيي لتسوي سياسي بسوريا.
مع العلم يعني أنه بعض المعلومات تتحدث عن أنه روسيا لم تحقق بعد أي شيء في سوريا. لم تحقق على الأرض صحيح، بس هي كامش المفاصل هلأ بسوريا. يعني كانت بداية إيران اللي كامش المفاصل بسوريا، لأنه اللي صار أنه لما بالحرب فات حزب الله على سوريا على أساس كم شهر شهرين ثلاثة بينتهي الوضع بيتثبت الأسد بيرجع حزب الله. بالعكس فات ويحلو ضحايا كثير، كنا متأمل هالضحايا الحياة ما يسقطوا بسوريا على الأرض يرجع السورية. يضلوا مع أهليهم ما يضلوا هني. هيدولي بسوريا تطور الوضع، صار له قديش كم أشهر صار بسوريا وبعد ما حقق شيء. فاتت إيران وبعتت مقاتلين، حرس الثورة. بالأول كانوا يبعثوا مستشارين، هلأ عم يبعثوا بالعكس مقاتلين، حرس الثوري والباستيج وهيدولي، إضافة للميليشيات الأفغانية وميليشيات الإيرانية العراقية برضو فشلت بإنهاء الثورة السورية. فاتوا الروس، الروس ما ممكن يفشلوا الثورة، ما ممكن يعني يقضوا على الثورة السورية، لأنه بالأخير هالثورة هي عم تستهدف، يعني عم تستهدف المعارضة السورية، عم تستهدف بس الروس بالأخير إذا طولت كمان ما مصلحته، لأنه بمصلحته بيغطس فيها مثل ما غطس بأفغانستان. هيدي حرب أهلية جوا، هلا إذا فات بحرب أهلية يعني هيدي مد كاروفار، هيدي صحيح. يعني اليوم بياخذ المنطقة، بكره بياخذ المنطقة الثانية، بعد بكره هيداك بيرجع. بالعكس بده ينزل ضحايا من هون من هون، مشان هيك هو مستعجل على تسوية بسوريا ليكون له موقع عسكري على البحر الأبيض، ويكون له موقع اقتصادي يحافظ على وضعه الاقتصادي بسوريا. بعدين له ديون كثير من سوريا من السلاح اللي اخذها، فكمان بده يحافظ عليها. بعدين بده نفوذ بالمنطقه، وهو الامريكان متهيئني منهم مختلفين، يعني متفقين على تقاسم الحصص، بالاخير بده تتقاسم حصص. بس نحن بهالعمليه هيدي حزب الله هيدي لما تصير كل هالامور هيدي بتسهل لرجوع حزب الله من سوريا للبنان. لما تصير هالتسويه هنيك بالعكس بتنقذه، تنقذوا بدل ما يضل عم يضحي بشبابه هنيك، تنقذوا بيرجع لبنان في مين سند له، هو فرنجي. نعم. ف يعني كمان طبعا يعني بدنا بحال سنة لنا الوقت نحكي اكثر عن الملف السوري، انما ايضا يعني اذا بالعوده للملف الرئاسي اللبناني، اليوم البطريرك الراعي موجود في لبنان، يعني ما الدور الذي يجب ان تلعبه بكرك اليوم لاقتناص هذه اللحظه ووجوب انتخاب يعني رئيس في هذه المرحله طالما انه الفرصه متاحه وزاره تحريك هذا الملف؟ على غلطه البطريرك انه هو يضغط لانجاح هذه المبادره، لا اجمع كل الافرقاء المسيحيين لا يعرف شو هني الاشياء يلي خايفين منها، شو الضمانات المطلوبه منه، يحاول يامن لهم اياها. وانا متهيئ لي كل واحد عنده مطالب، كل واحد طالب ضمانات، وكل واحد بده يامن مستقبل له. فهذا المطلوب من البطرك هو يكون اللولب للحركه لانجاح هذه المبادره، لان اذا ما نجحت هالمبادره هذه نحن لتجينا مبادرة تانية أو لتجينا أسس تانية يمكن تطول كتير كتير ندفع ثمنها. نحن دايما الصراع، تجد أن البطريرك الراعي مؤيد لهذه التسوية ليكي، أو ببداية كان متحمسا لها؟ أنا مثل ما شفتها، مثل ما أنا بقرأها، البطريرك كان كتير متحمس لها وكان كتير مندفع لها، بس لما شاف تحفظات الثلاث أفريقاء التانيين يعني بيتمثلوا قوة مسيحية أساسية بالبلد، لما شاف تحفظات هون ما بقى في اندفع الاندفاع كلياته فيها. هلا بده يحاول يلاقي نقاط تقارب ونقاط لانجاح هذه المبادره، وبذات الوقت ليشيل من هون الاشياء اللي هن مخوفتهم او يعطيهم الضمانات. يعني هل تلاحظ دكتور فوزي وكانه يعني يتشكل ثلاثي، فريق ثلاثي يعني يخشى من يعني من جبهه تواجه الاخرين بالنسبه لهذا الملف، وهذا الشيء يعني الذي يخشاه البطريرك الراعي اليوم؟ ما هو الخوف هون او الماساه هون انه الحقيقه عم نحكي بجبهه مسيحيه بدل ما نحكي بجبهه وطنيه. نعم. كحكيوا ان ليش سعد الحريري المسلم رشح مسيحي؟ يا اخي ما انتم مختلفين، انتم ما اتفقتوا، انتم ما رشحتوا حتى انه ايضا طالت وليد جنبلاط، النائب وليد جنبلاط، يعني انه وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ونبيه بري هيدول مؤيدين مع حفظ الالقاب اكيد مؤيدين ترشيح سليماني فرنجيه. طب ما انتم يا مسيحيين صار لكم سنه ونص قاعدين
على جنب مختلفين بين بعضكم ومجمدين كل الأمور هذه، وبتقولوا أنت يا صاحب الغبطة بتقول انزلوا يا نواب على المجلس انتخبوا أي واحدة اللي كان. طب هلأ اجت ما بقى بدنا. طب لما شاف سعد الحريري وكل هالجمود هيدا وعطى هالمبادرة، بعدين المبادرة خلينا نكون واضحين ما بتجي هيك ولا سعد الحريري قعد ببيت ولا فكر فيها وسواها، لا ما بتجي هيك. كيف لكن هيدي أكيد منشغل عليها بدون بطريقة، منشغل عليها يعني لأشهر، منشغل عليها لبنانيا، منشغل عليها إقليميا، منشغل عليها دوليا، يعني في أفريقيا فيتي فيها. بس يبدو أفريقيا خارجيين مش لبنانيين، لأنه كانت الصدمة كبيرة يعني لدى الأفريقيا. كان لبنان ينتخب رئيسه لحاله مرة واحدة، سليمان فنجي الجد هذه المرة الوحيدة، فؤاد شهاب إيش توافق مصري يوم متمصري أمريكاني، والباقيين كلهم توافق إيش ياس ساركيش واو كان تعيين سوري. طب بحال كان في مباركة خارجية لسليمان فرنجية ومعارضة داخلية من قبل الأفريقية الثلاثة، هل ستمشي؟ ما تمشي، ما تمشي. بس لا تمشي بدين يقتنعوا الأفريقية الداخليين إنه عنكم غيرها تفضلوا. على إذا ما مشيت هيدي في حل واحد بدي يفكروا فيه، بيطرحوا أسماء لألا، مش إنه ولا يقعدوا على جنب ويناموا وخلص ولا لغيناها، بدي نجيب واحد توافق ساعتها. أو عميل حكى بأنه الدكتور جعجع يمشي ويؤيد العماد عون حينا. إذا الدكتور جعجع بيؤيد العماد عون حينزل على المجلس، وإذا حدا تاني بس بهيك حالة، بهيك حالة يعني هون الجميع يعطي العماد عون بما فيهم فرنجية، بحال يعني وافق الدكتور جعجع وأيد العماد عون، ما حيعرفهم. هل زار جعجع السعودية أم بعد؟ لأنه نحكى عن زيارة وفي بعض اعتبر أنه لا زار السعودية وخلص. ما بعرف أنا، بس كان الموقف السعودي أعلنوا معالي السفير السعودي أنه السعودية تبارك هذه التسوية، هذا موقفه يلي قالوا بالأول أن السعودية لا، لأنه عمل تصريحين. طب ليه برأيك جعجع لن يقدم على هذه الخطوة أنه ترشيق يمشي في العماد داون؟ عنده تحالفات إقليمية كمان جعجع، يريد أن المحافظة على تحالفاته الإقليمية إلا إذا بدي أقطع الحبل. ما بعرف يعني هيك هيك طرح أيضا من الرئيس الحريري، يمكن بده كمان ردة فعل قوية أيضا من الآخرين كمان. ليه؟ أنه كانت صدمة لهم، ما كان في يعني تشاور. طب هو ما تشاور مع حدا، عمل أشياء كثير ما تشاور مع حدا. طب بدي أقولك شغلي، يعني حضرتك إذا عم تحكي عن الحوار الثنائي اللي صار بين تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية، ما هيدا كمان أتى رد فعل على الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله. طب أوكي الأرثوذكسي، طب بدي أعطيك شيء، انتخابات اللي كانت في انتخابات من 3 سنين، ما كان مفروض يصير انتخابات من 3 سنين؟ نعم. وبعدين مددوا للمجلس يومتها أشرحوا الناس، تنشحت ناس إنه بلاك باركي صار في انتخابات، صار في ترشيحات، صح ولا لا؟ انت مع خبر القوات اللبنانيه ترشيحاتها وين كانت؟ في مناطق، في مناطق نفوذ تيار المستقبل، تيار المستقبل مناطق السنه. طب ما ترشحوا الا بواحد بالمتن، واحد بكسروان بالمتن، ما رشحوا حدا. طب ليه؟ طب انتوا قوات لبنانيه مسيحيين، المفروض تكون قوتكم انتوا بالمتن بكسروان، خيب اكتشحوا هشحوا هون، بس هشحوا كمان هون وهون. طب ليه انه بس هالشحنة بهالمنطقة هيدي بالمناطق اللي تاعت تيار المستقبل او يلي له نفوذ فيها تيار المستقبل؟ هلا في شيء غلط. انا بعتقد مهما جرى نجحت المبادرة او فشلت المبادرة 14 اذار و8 اذار انتهوا. انما الكلام الاخير للدكتور جعجع وتحديدا مساء امس انه 14 اذار باقية وسيعمل جهده على الحفاظ على قوى 14 اذار. أنا رأيي حيكون في تموضعات جديدة إن كان فيش، لكن لن نقطع الحبل نهائيا مع الرئيس الحريري. ما بنقطع الحبل، لا بالعكس، دكتور جعجع حليف أساسي، دكتور جعجع جيد جدا، حليف أساسي لرئيس سعد الحريري. نعم. والدكتور جعجع مواقفه كتير ممتازة ووطنية سيادية وكلياتها، بس كمان بدنا هالبلد هو اللي يعيش، بده يتنازل هون بده يتنازل هون. دكتور جعجع عنده هواجس، عنده هواجس مع انه رئيس، مع انه النائب الفرنجي
صالح مع الدكتور جعجع وانتهت مشكلتهم، ما تسيب الظاهر الهواجس بعدها موجودة الماضية، في الخوف الماضي من الانتقام. وما أنا متهيالي لو إجا فرنجية رئيسا ما متهيالي حيقدم على أي انتقام، لأنه مصلحته ويضب كل اللبنانيين. صحيح، سيكون رئيس لجميع اللبنانيين، صراحة كل اللبنانيين وبالمسيحيين خصوصا. فما لازم نكون نحن عنا هواجس من المواضيع هذه، بدنا ننسى الماضي. صار في عفو عن الماضي وفرنجية عفا. فبدنا بعدين يعني كل واحد كأنه هلأ عم يضغط طالب أثمان. يعني إذا بالأخير اقتنعوا بالمبادرة بدك تيجي بعد الأثمان، لأنه عندك التسوية ما حتكون سهلة. صحيح، وهيك بدنا نحكي فيه بعد الفاصل دكتور فوزي زيدان، ما حتى أعلنية ونتابع. نتابع حوارنا مع رئيس اتحاد جمعية العائلات البيروتية فوزي زيدان. دكتور فوزي، رح نتابع بالملف الرئاسي أيضا، ورح نحكي عن بنود هيدي التسوية. وحضرتك تحكيت عن أثمان، ما هو الثمن يعني الذي سيدفعه سيحصل عليه الأفريقاء في حال تمت الموافقة على سليمان فرنجي؟ هلا أول شيء لنوصل لمرحلة التسوية لازم يكون في مثل ما حكينا من بداية هذا اللقاء، إنه يكون في توافق على بنودها وعلى مضامينها اللي نحن بعد هلا ما بنعرفها وما أعلنت. يعني لازم الفريق يلي بيمثلوا ماني أدار بقيادة حزب الله، والفريق الثاني يلي بيمثلوا سعد 14 أدار بقيادة سعد الحريري، هيدول بالأخير بده يلتقوا بنص الطريق بالوسط، تنازلات متبادلة يتفاهموا على اولا على التكليف يلي هو يعني رئيس بطبيعه الحال رئيس سعد الحريري يلي هو حيكون، لانه هو اصلا عنده الاغلبيه حتكون. نعم، يعني هذه ابسي فاكت حتكون. بس حنكون على تشكيل الحكومه، على اعضاء الحكومه، على توزيع المراكز في الحكومه، على البيان الوزاري، كل لازم يكون متفق عليه سابقا حتى ما نفوت مع السنه لنالف حكومه نشكل مع الرئيس تمام سلام ومع رئيس الحريري بالاول قبل كمان. ما بدنا نقعد سنه لنشكلها، بدنا ننطلق بالبلد. نحن عملنا تسويه حتى نسرع كل هيدا، نسرع كل شيء لنرجع البلد، نرجع لطبيعته، نرجع لازدهار البلد. ما بدنا نعمل تسويه لنرجع بعدين تازم سياسي جديد. هيدول بده يكون كله محلول امور هون وواضحه متفقين عليها. هلا حكيتيني بالاثمان، إذا صار فعلا في توافق من الفرقاء التانيين يلي هني القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، ما يعطوك يا ببلاش، كل واحد بده يشد. وهون يمكن يصير بعدين حتى الصراع بين بعضهم على توزيع المراكز على الحصص المسيحية، إذا بنحكي مسيحية. وإذا بحكي التانيين فرقاء يمكن كمان يصير صراع، بس هذا حيكون أكثر صراع بيناتهم. يعني بس بطبيعة الحال حصة الأسد ستكون بهيك حالة لمين؟ للعماد عون، طالما يعني إنه وافق ما بتعتمدي. هلا العماد عون بيعتبر إنه هو عنده حصة الأسد بالنسبة للكتلة النيابية لإله. هلا طبعا لما يكون عنده كتلة نيابية أكبر من التانيين لازم يكون عنده حصة وازنة. هلا كمان بدك تشوف التانيين كمان قديش حيعطوه حصة وازنة، حيفوتوا بالحكومة ما حيفوت بالحكومة، هل مصلحتهم يضلوا برات الحكم ولا مثلا القوات اللبنانية يعني ما فيها القوات، هل بمصلحتها تضل برات الحكم ولا تفوت على الحكم؟ كمان هي كمان الدخول الى السلطة بيكون القرار جوا غير لما يكون خارج السلطة، اولا قرار والخدمات والاشياء عديدة. فبدك تشوفي كيف الحصص حيتميز عليها، كيف المراكز عليها. هلا عم نسمع انه التيار الوطني طالب بده العميد شامل ركوز انه يكون يجي يجيبوه من الاستدعاء من الاحتياط الى يكون قائد جيش. هلا كل هذا امر يعني ممكن يحصل، ممكن يحصل هذا، انه اصلا العميد ركوز كان كثير يعني السيد تبعه، والكل ما حدا كان حاطط اي نقطه صحيح، ما حدا سلبية عليه، كله بالعكس كان كله وضعه ايجابي. الوزير باسيل طفل المدلل الصهر المدلل بده اياه وزير داخلية، ما بتركب ما بتركب. يعني في امور ليه يعني استحالة ان يكون الوزير باسيل وزيرا للداخلية؟ مفروض يكون تابع للرئيس الجمهورية وزير الداخلية، يأتي به رئيس الجمهورية. لا كان على اساس بده خارجية كمان، يعني كان بده اثنين يعني عم ينحكى، بس هو بتهيألي الداخلية عم يركز عليها. اوكي
خلينا نحكي بتركب المطار، خليه على جنب. نحن عم نحلل، ما عم نعطي امور، ما اصل نحن اصحاب قرار. بس بالاخير لما بدي يوصل بدي يصير توافق الكل، ما بدي انا افرض شروطي على التانيين وتكون شروط تعجيزيه. في شروط مقبوله في شروط تعجيزيه، فانه هيدي بدك تتركيها. بس هيدي هوني لما يصير توافق على كل هالامور، حتى على ضمنا على سلاح حزب الله يلي بدك تحكي على الاستراتيجية الدفاعية بالبيان الوزاري، يعني بدك تشتغلي عليها. لا طب هذا سلاح بدي بتم الاتفاق يعني على الفقرة نفسها اللي اعتمدت بالبيان ممكن الوزاري. ممكن بس هذه يعني بس هذا البيان الفقرة اللي طلعت فيها حزب الله عم يفوت على سوريا بدها من سوريا بعتبره شرعي. طيب كمان في ناس كتير بتعتبر انه مو شرعي. طب هذا يعني لازم بالاخير نوصل لمعه. اذا في هلا بالمنطقه ككل حلول عم بتصير، هو حيكون جزء من الحل، جزء من الحل الاقليمي، لانه ما بقى هو سلاح وسلاح اقليمي بالاول مش انه سلاح داخلي. هلا هيدا بده يصير لحل، حل اقليمي دولي هو يتبع هذا الحل. هلا يمكن يكون ساعتها تهدئه الاوضاع اللبنانيه وانتخاب رئيس جمهوريه في لبنان وإذا صار تسوية بسوريا تلقائيا حيرجع لهون، حينحكى باستراتيجية دفاعية معينة، حيرضى عليها، يرضى عليها الإقليميين الدوليين إيران كلياتها، لأنها حتكون باكج ديل، حتصير بالمنطقة باكج ديل. بس قديه حيطول هذا ما بنعرف. فنحن مشان هيك عم نقول إذا تصير تسوية تنازل من هون تنازل من هون، نوصل بالوسط نتفق على كل هالأمور هيدي لتيجي حكومة وتقلع. ما تيجي حكومة تضم. بعدين لازم يكون في تعهدات. هذا التلت الضامن ما بقى لازم ينعطى التلت الضامن. هذا إذا بدي نعطى التلت الضامن بدي نعطى لرئيس الحكومة صار. لأنه رئيس الحكومة ما بيجوز لما يلي صار من السهولة يعني من أربع سنين. في توافق على هذا. هذا بدي نحكى فيه. عم بقولك هذا كله بدي نحكى فيه بدي يتفاهم عليه. هلا أنا ليش بيوصلوا ما بعرف. بس إنه لأنه اتفاق الدوحة قالوا بالاتفاق. يلي كان مغطى إقليميا ودوليا لا تستقيل الحكومة، صح ولا لا؟ صحيح. واستقالت الحكومة وسعد الحريري هو فايت عند رئيس أوباما. نعم. هذا ما بيجوز. الثلث المعطل لازم يكون إيه رئيس الحكومة، يعني إذا بدنا نحكي بثبات موقع رئيس الحكومة وبعدين ما يكون في تعطيل للحكومة، ما يكون في تعطيل لأعمالها. مثل هلأ نقر ونقر اجتماعات مجلس وزراء لما تصير، وهلا ما في اجتماعات مجلس وزراء. يعني لما تصير، لما كانت تصير، هلا ما في اجتماعات مجلس وزراء. ما بيجوز بلد هيك قاعده معطله. طب ليه اصلا يعني ربطت جلسات مجلس الوزراء بملف النفايات؟ يعني اذا زبط هيدا، اذا حل هيدا الملف يجتمع مجلس الوزراء. ليش الملفات الثانيه كانت عم تنحل هي اصلا؟ لذلك يجب على مجلس الوزراء ان يجتمع لي يعني لايجاد الحلول. لانه سواء كان في عرقله ما كانوا معطلين رافضين يجتمعوا. العوني، تيار العوني وحزب الله مقاطعين اجتماعات مجلس الوزراء. قاطعوا وقت تمديد للعماد أهوجي. نعم. يوم تانو إنه ما عينوا قائد جيش. صحيح. مددوا للعماد أهوجي قاطعوا الجلسات. فيعني مجلس وزراء اجتماعاته مقاطعة. هيدا هلا مرحلة وتخطيناها، يعني أليس من المفروض اليوم أن تعاود جلسات مجلس الوزراء؟ هل هن مستعدين يحضروا؟ التيار العوني بيقول انا بحضر جلسه واحده اللي فيها النفايات فقط، وانا بعدني على قراري من الجلسات الثانيه. ما كمان الوضع بعده هو هو، شلل، عجز، تعطيل. نعم. مشان هيك بدها خضه قويه بالبلد، بدها تساويها، بدك رئيس جمهورية، رئيس جمهورية بيعيد الحركة. إنه الرئيس الحريري هل بالفعل سيعود إلى بيروت يعني في الأي إف يمكن على أبعد تقدير الأسبوع المقبل لكي يعني يشرف على تنفيذ هذه التسوية من لبنان؟ أنا برأيي يعني أنا اليوم قريت على الحقيقة بجريدة النهار إنه قالت رئيس الحريري ممكن بين الثلاثة والأربعة يكون في بيروت. على كل رح يكون عنده أطلالة تلفزيونية. ونحن الحقيقة اشتقنا له، نتمنى حضور وأقرب وقت. نحن دائما نطالبه يجي، ولكن نحن ضامنين بحياته وبنشوف يمكن تحركه بالخارج بيكون أنفع للبنان من وجوده في الداخل محصور في بيت الوسط.
فهذه كمان إلى إيجابيات، كمان أيضا إلى إيجابيات أهمية وجوده، ما بقولك إلى إيجابيات بالخارج ولا سلبيات بالداخل، فبدي أتوازن هي فيها. أنا رأيي إنه رئيس الحريق إذا ما كان فيه توافق يعني قبول المسيحيين أقل شيء فريق أساسي بنهون بالمبادرة ما بيجي. يعني بيجي لما تقولي لي عم بيجي أو لما يجي معناته إنه صار إنه مشت التسوية وأتى للمشاركة، إنه ماشي ماشي ماشي، بس جايين نعمل بقى بنودها، ولازم يكون هون هو بالبنود، لأنه البنود التسوية أنت بالأول تيجي يعني بيجي بيعلن الترشيح، رشحت نائب فرنجي لرئاسة الجمهورية، بتصير بقى الحركة العمل على إنضاج بنود التسوية يلي عم نحكي فيها، صحيح. يلي فيها كم شغلة فيها هيدي الإنضاج بنود، هيدي هالإنضاج بنود التسوية بده يكون رئيس الحريق موجود بلبنان ببيروت. هلا إذا الحلف الثلاثي رجع عن جديد بأسماء تانية يلي كانت موجود بالستينات بأسماء تانية وبعضهم ماشي برفض التسوية ويروح البلد على دمار ما فرقه معه، لا ما بيجي ساعتها، شو بده يعمل؟ بده يحكي بعد، شو بده يحكي؟ صح ما بقعد في داعي، ما بقعد في داعي، بس برأيي أنا ماشي المبادرة. طب بدقيقة لأنه وقتنا خلص للأسف دكتور زيدان، ما ردك على المشككين بالانقسام داخل تيار المستقبل خصوصا يعني بعد الحديث يعني عن سيمة الفرنجية؟ صار في أكثر من رأي داخل تيار المستقبل هيدا الشيء فعلا. إجمالا إجمالا خلينا نحكي تيار المستقبل غالبيته من الطائفة السنية، نعم، وإن كان يعني يضم كل الطوائف، وإن كان يضم أنا يعني قلت غالبيته، صحيح. أنا قلت غالبيته، نعم. شددت عليا أنا حتى نكون واضحين، هو تيار وطني يضم كل الأفريقا وأهلا وسهلا بالكل، أنا مني تيار، أنا من جمهور رفيق الحريري، من مؤيدي سعد الحريري، صحيح. فبس ولكن هذا التيار هيدا طبعا ديمقراطي، تيار بالأخير كل واحد يفكر بالعاطفة، غالبية أعضاء الطائفة السنية مش مع سليمان الفرنجي، الغالبية مش مع سليمان الفرنجي، لأنه سليمان الفرنجي له موقف مع بيت الأسد، حليف حزب الله، مع المشروع ويلي هو الممانعة، نعم، والغالبية مش مع هالمشروع ولا مع الأسد ولا مع الكل، أوكي. صحيح. فهيدا الوضع، فهدول الناس عم بتفكر هلا الناس بالعاطفة، يعني في تفكير عاطفي وفي تفكير عقلاني، عقلاني طيب بتضل ماشيين هيك، طيب وصلنا بالهاوية، بتضل ماشيين بالهاوية، هالبلد ما بينحكم إلا لا غالب ولا مغلوب، إجا سعد الحقيقة لا غالب ولا مغلوب، رئاسة الحكومة 14 أدار، رئاسة ل 8 أدار، بيناتهم بده يوصلوا بده يتنازلوا يوصلوا على النص ليبنوا هالبلد، فمشان هيك العقلانية، نحن عم نحاول نفهم الناس، أنا مش مع سليمان فرنجي سياسيا، ولكن معه يجي، إذا وضع البلد بيتحسن وبيتساوى وكلياتهم، على أساس يكون رئيس جمهورية لكل لبنان، ويكون سعد الحياة رئيس حكومي لكل لبنان، واثنيناتهم يشتغلوا من أجل كل لبنان. صحيح، بهذا الكلام رح أختم حواري معك دكتور فوزي زيدان رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا نشرة إخبارية بعد قليل ترقبوها، وإلى اللقاء. شكرا لك.